قال وزير الدفاع الامريكي جيمس ماتيس ان الولايات المتحده وجهت تحذيرا للنظام الايراني وستحاسبه على اي تصرف سيء في المنطقه أضاف الوزير الامريكي ان واشنطن حذرت ايران من استمرار ما تقوم به في سوريا وسلوكها في اليمن ودعم الحوثيين الذين يطلقون الصواريخ على السعوديه وشدد ماتيس خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر الوزاره في البنتاغون بواشنطن على ان الولايات المتحده لن تقبل باستمرار هذه السياسه التي يتبعها النظام في ايران